الهتنيه اللي بتتقال في عيد الصليب ماشي. وبتتقال امتى الهتنيه دي؟ بتتقال بعد ما نقول الهتنيات بتاعت الشهداء. يعني بنقول نقول الهتنيات بتاعت ماري جرجس وماري مينا وفلوباتير وكده اللي هي بتاعت الشهداء، نقول الهتنيه بتاعت عيد الصليب، وهي بتتكلم عن الملك، هي الهتنيه للملك قسطنطين والملكه هيلانا. اوكي فاسمعوها مني كده، بعد كده ناخدها حته حته، يعني هي سهله يعني هتاخد هتنيات كتير فالموضوع مش هيبقى صعب يعني. اسمعوا مني فرم عين الهزات، بعد كده بقينا ناخدها حته حته. إتني أمشي أنت بشويس إبورو قسطن تينوس نم إلى نيتف مفتي أورو إبشويس. تمام؟ ناخدها بقى حتة حتة. هو الجزء كده شايفين الجزء اللي تحتيه شرطة، دي جزء بتخطف يعني مفيش هزات، يعني بيتقال كده نفس واحد. فالو معايا. هي تاني افشي انت باشويس. شفت ازاي؟ يلا نجرب الحتة دي، يلا 1 2 3 هي تاني افشي انت باشويس ابورو ابورو فيها هزتين ابورو قسطنطينوس. اقولها تاني. تاني افشي انت باشويس ابورو قسطنطينوس. شفت ازاي؟ نجرب الحته دي، يلا نعلي صوتنا 1 2 3 تاني عند قسطنطينوس ونوقف. يلا اخر مره قبل ما نموف اون، يلا 1 2 3 ايتني امشي انت باشويس سيبورو قسطنطينوس. ماشي نوس هزتين بس نوس. تمام فالو معايا. ايتني شويس ابورو قسطنطينوس نم إيلاني تيف مف. بص نم إيلاني تيف مف تي أورو. شفت ازاي؟ نجرب نم إيلاني تيف مف تي أورو نم إيلاني 1 2 3 نم إيلاني تمفتي أورو إبشويس. فيري نايس. نجيبها بقى كلها على بعضها. دي الهتنية الوحيدة اللي بتتقال في عيد الصليب. يعني احنا يعني بنقول كل الهتنية تحت العذراء والملائكة والرسل وماري مورغوس والشهداء، وبعد الشهداء نقول تحت عيد الصليب ديت. تمام؟ يلا يا شباب يلا 1 2 3 ايتني افشي انت باشويس ابورو قسطنطينوس نم إيلاني تيف مفتي أورو إبشويس. فيري نايس فيري نايس. يلا بقى اخر مره نقولها كده وان شوت، ونقول بشويس لغايه الاخر، يعني ما نجيش على تشويس نوقف، لا نقول بشويس ونكمل لغايه الاخر. اوكي يلا نعلي صوتنا 1 2 3 ايتني افشي انت بشويس ابورو قسطنطينوس نم إيلاني تيف مفتي أورو
تمام؟